إعصار ياسي يضرب السواحل الشمالية الشرقية لأستراليا في وقت أعلنت السلطات تخوفها من أن تكون البلاد أمام أسوأ عاصفة استوائية في تاريخها. الإعصار دخل البر الأسترالي من سواحل ولاية كوينزلاند ترافقه رياح وصلت سرعتها إلى 290 كيلومترا في الساعة، ما أسفر عن اقتلاع أسقف منازل وأشجار وقطع أسلاك كهربائية. وحسب مكتب الأرصاد الجوية، فالجزء المركزي المدمر من الإعصار ياسي بدأ باجتياح الساحل بين إينايزفايل وكاردويل، ما أدى إلى أمواج بحرية ضخمة، ولزم السكان والسياح منازلهم وفنادقهم تجنبا لسقوط ضحايا بعد أن رفعت السلطات من درجة الإنذار. السلطات الأسترالية وتخوفا لسقوط ضحايا فقد قامت بإجلاء ما يزيد عن 10,000 نسمة قبل وصول الإعصار، حيث تم استقبالهم في مراكز إيواء خاصة.